لم يبقي القصف الإيراني لأربيل طريقا للحكومة في العراق للمواربة. قصف بصواريخ باليستية، تلاه بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني يتبنى الهجوم. في الأعراف الدولية يعد هذا اعتداء سافرا يرقى لإعلان حرب، لكن في الحالة العراقية أخذت السلطات الحكومية دور المنظمات الحقوقية والإنسانية بإصدار بيانات الشجب والاستنكار. كان البيان الحكومي الدبلوماسية العراقية جبانة جدا ومتخاذلة جدا في ردها، هناك ذيول أيدت الضربة، لكن كل حاجة وهي منذ زمن تتدخل في العراق. اليوم العراق لا يمتلك سيادة حقيقية بسبب القوى السياسية المهيمنة عليه والأغلبية تابعة لدول أخرى. ردود الفعل الغاضبة من الهجوم لم تكن على إيران فحسب، بل طالت الموقف الحكومي تجاه القصف. كل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الوضع أن يكون لها رد فعل يوازي عملية القصف العشوائي والهمجي قبل يومين، وعليه أنه يكفي عمليات الاستنكار والتنديد. يجب أن يكون هنالك دعوة قضائية لدى المحاكم الدولية ولمجلس الأمن الدولي، لأن العراق ضمن هذه المنظومة. استهداف أربيل انسحب على جملة الهجمات التي تنفذها الميليشيات في العراق، ما جعل السلطات الحكومية تظهر بوجهها الحقيقي أمام الشارع. اليوم المواطن مستهدف، المؤسسة مستهدفة، السيارة مستهدفة، بيت رئيس وزراء العراق، رئيس وزراء يخصف ولم يرد عليه ولم يكشف بالجاني على هذا القصف. اليوم أربيل تخصف، اليوم المطار يخصف، اليوم المواطن يخصف، وينكم من هذا الأمر؟ يعني لجان، يا ما شكلتوا لجان، منو قدمتوا المحاكم هاي؟ لأنه إيران ضربت كتمتوا على الموضوع؟ خافون؟ جواب أسئلة العراقيين تفسرها سياسات الأحزاب الحاكمة الموالية لإيران والمنضوية في مشروعها، الذي يبدو أنه عاجز أمام سؤال فخ يردده الكثيرون. إسرائيل أقرب إلى إيران، سوريا أقرب إلى إيران، لكن يبدو أن الدب السوري الروسي في سوريا يمنع ذلك، كذلك إيران لبنان في أزمة شديدة، حزب الله مقيد يمنع ذلك. العراق أعتقد هو الحلقة الأضعف اختارتها إيران لتنفذ عملياتها الإجرامية دائما، وكأن العراق يعني دار استراحة إلها. الغضب الكبير الذي ينتاب الشارع العراقي من الهجمات الإيرانية ليس وليد اللحظة، بل تجذر منذ 4 عقود تقريبا، حينما أراد الخميني تصدير الثورة. آنذاك وجد من يقف بوجه مشروعه الذي دخل العراق برفقة الاحتلال الأمريكي.